احنا سعداء طبعا جدا بهذا النتيجة، وهي راه نتيجة غريبة في حد ذاتها. المربع الذهبي ماشي بالسهل باش الإنسان يبلغو، خاصة بالنسبة للإمكانيات اللي تتبقى جد محدودة بالرغم ما يقال. طبعا هذا وهذه ثمرة العمل اللي انطلق منذ مدة الأكاديمية، ثم تلتها مشاريع ملكية كذلك اللي أعطت نتائج. اللي تنتمناو دابا هو ندخلوا لو سبور إتود، الرياضة والدراسة. الدراسة هادو ما خصهمش يتفرقوا، لأن الرياضة بلا دراسة ما تكونش مزيانة بزاف، والعكس حتى هو. إذا الرياضة، ثم اليوم بدينا نشوفوا الحضور القوي ديال السمع البصري حتى في مدارس ابتدائية، واللغة تبارك الله. إلا دخلنا لو سبور إتود، الرقمنة، لا ديجيتاليزاسيون، ثم اللغات والسمع البصري، راه نمشيو بعيد تبارك الله وإن شاء الله. شكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.